طيب خلينا نبدأ الآن من التسجيل. طيب راح نشوف اللي هو نتعلم حالها. حضرتك بس على ما يفتح الملف. طيب مثل ما اتفقنا ان التطبيقات اللي احنا نسويها زين يجب ان هي تكون شنو يا احمد؟ تقنيه حلو ممتعه جميل عادله في الاستخدام ما حد يعني يسجل ثاني و سريعه اهم شيء لا هي صحيح سريعه بس مو من الاشياء اللي موجوده في اليونكس وشنو يا شو اسمه ذكر ثلاثة أحمد شنو يا زهراء البولية؟ مرنة مش موجودة خلنا نذكرهم بعدين أيوة قابلة للاستخدام خذ النقطة اللي قالها أحمد ممتعة و اللي هو عادلة زين وآخر شيء شنو؟ مفيدة حسنت زين هني ان هي قابله للاستخدام هذا التطبيق اللي امامكم طيب اسمه فودي لاند زين هذا التصميم طبعا شركه جوجل سوته عشان نحو تدربنا على اللي هو اليو اكس توجيه باستخدام المطالبات الاربعه ادناه الاشياء الاربعه اللي احنا قلناها حدد كيف يوضح تطبيق فودي لاند تصميمه يو اكس الجيد في اشياء جيده في الفودي لاند زين راح يتناقش عنها تحت تطبق الاشياء الاربعه القواعد الاربعه الموجوده وين في اللي هو اليو اكس واضح طيب الموجه الاول يقول لك اللي هو السؤال الاول حدد جانبا واحدا على الاقل من تطبيق فودي لاند الذي يوضح التصميم القابل للاستخدام اشرح أسبابك في جملة أو جملتين جميل؟ إذا هو يبقي أن نطلع ميزة واحدة على الأقل لأن هذا التطبيق يكون قابل للاستخدام قابل للاستخدام راح أوضح لكم الآن شلون كيف يكون تطبيق قابل للاستخدام ربما تكلمت عنها أمس بس تقريبا ما وصلت كل الأفكار لكم هنشوف الآن تلميح هل تصميم التطبيق وبنيته والغرض منه واضح؟ هل يحتوي التطبيق على أي عناصر أو مميزات تسهل التنقل؟ هذا السؤال المهم في اللي هو إنه يكون قابل للاستخدام هل التنقل سهل؟ زين؟ هذا مهم جدا للسؤال زين؟ هل العناصر الموجودة واضحة؟ واضح إن هذه الأيقونة مثلا تسوي هذا الشيء؟ فهذا السؤال لازم تسأله إذا جيت تسوي تطبيق جميل؟ طيب الآن راح نفصل لكم شنو شلون يكون اللي هو القابل للاستخدام ايش معناه زين يقول لك هني تعد الأزرار add to cart إضافة إلى السلة حلو و back to browse يعني الرجوع للتصفح جميل و check out المحاسبة نفتح حاسب في تطبيق فودي لاند أمثلة على التصميم القابل للاستخدام لأنها تشير بوضوح إلى ما سيحدث بعد ذلك عندما يتفاعل المستخدمون معها مثل ما شرحنا أمس إن قابل للاستخدام إيش معناته أنا تكلمت عنها وأعطيتكم مثال على جوجل على يوتيوب إن تحط رابط أو اسم كان في نافيجيشن بار إذا المستخدم يضغط عليه يعرف هو وين متودي وعارف شنو بيستفيد منها. لا. شو رأيك يا زهرة؟ نفس ما يكون يمكن زي ما قلت من الزرار قبل أنا استخدم زر أزمة من المفروض ضغطتها أنا وين بروح وش بيطلع لي وش بيستفيد مني. قابل الاستخدام معناته ما يطلع من التطبيق. ما نبغي مستخدم يطلع من التطبيق. أبدا. يعني لاحظوا هني انه قال لنا مثال على باك تو براوز ايش معناته؟ يرجع عاوز استخدم لا
تطلع، بلوك تطلع موقعنا حين هو خلص التسوق ذراع، خلص التسوق ضاف حق السلة وما بيسوى زين وخلص، الحين هو اشترى نطرقين ولا اطلع؟ لا ما يقول اطلع. يعني بعد ما هو جاي عشانه جاب يعني. ايوه نقول له اول استخدم تطبيقنا لا تطلع، ما نبي تطلع يعني. هذا واضح. هذا اليوم اللي قاعد شو اسمه اقصده ان كونتينيو شوبينج مثل بعض المواقع كونتينيو شوبينج اذا شريت اشياء يسجلونها هم يشوفون الاشياء اللي تصلح او شو اسمه تربط معاها تحتاج مع شيء. صحيح يدرسون حركات يسوون احصائيات يدرسون سلوك المستخدم. جميل. وهذا لو تسوي دراسه سلوك المستخدم ايضا تعتبر من اللي هو اليوزر اللي هي انه يكون قابل للاستخدام. قابل للاستخدام يعني يعيد الاستخدام الى ما لا نهايه، احنا ما نقدر تطلع من تطبيقنا، لا تطلع باي طريقه كانت، لا تطلع من تطبيقنا. حلو فهمنا ايش معناته قابل للاستخدام؟ اي حلو. الان النقطه الثانيه موجه 2، حدد جانبا واحدا عن الأقل من تطبيق فوديلاند الذي يوضح التصميم العادل، اشرح أسبابك في جملة أو جملتين. الآن في التطبيق العملي راح نفهم إيش معنى التطبيق العادل، أوكي؟ خلنا نشوف الآن بس عشان نعلمكم تلميح، هل يلبي التطبيق احتياجات الأشخاص ذوي القدرات والخلفيات المتنوعة؟ القدرات والأشياء المتنوعة خلنا نقول إنهم شيئين، القدرات الخاصة والقدرات اللي هو الناس ذوي الإعاقة، وأيضاً في شيء ثاني الأشخاص ذوي الأشياء المختلفة. يعني مثلاً أحمد أنت تختلف وياي في اللغة، تختلف وياي في اللهجة، معناته أنت عندك شيء مختلف. زهراء مثلاً تختلف وياي في بعض الأشياء، إذاً هي من ذوي الاحتياجات المختلفة. جميل. فاللغة من أهم الأشياء. إحنا ليش الحين بدينا في اللغة؟ يعني اللي ذوي القدرات المختلفة زين والخلفيات المتنوعة زين، فإحنا لابد إن إحنا تطبيق يتوفر فيه زين الأشخاص اللي إحنا نبقيهم زين. مثلا إنه ممكن يجي لك هني واحد أجنبي في المركز، إذا معناته لازم إن تطبيقك يلعب اللغة إنجليزية. حلو؟ فهذه من الأشياء اللي في القدرات والخلفيات المتنوعة. جميل؟ وضحت الفكرة يا زهراء؟ حلو. خلينا نشوف الحين ايش اسمه يقول شلون الاستخدام يكون عادلا. طيب يقول لك تعد ميزة الترجمة مثل ما قلنا في تطبيق فوديلاند مثالا على التصميم العادل لأنها مفيدة للذين للأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة. واضح؟ إذا اللغة من أهم الأشياء في تصميم اليو اكس الجيد. لهذا بدأنا بها، شددنا عليها، وأول شيء علمتكم إياه شنو؟ شلون نرتب. أيوه شلون نرتب اللغة. لأن الـ UX أساس فيه إن إحنا نحط لغات مختلفة. طيب الـ بيشتغل عشوائي؟ لا مو مشكلة، حتى لغة عربية تكفيه. بس إحنا نبغى نشتغل UX. جميل؟ فبهالشكل. ممكن تعرفون اللي هو عادل باللغة الإنجليزية. Equitable. أوكي؟ حلو. خلينا نشوف الميزة إنه هو ممتع. شنو راح يقول عنها؟ الموجه الثالث على قلبي حبيبي، حدد جانبا واحدا على الأقل من تطبيق فوديلاند يوضح تصميما ممتعا، اشرح أسبابك في جملة أو جملتين. ليش اللي هو تطبيق فوديلاند ممتع؟ طيب هنشوف ليش اللي هو فوديلاند ممتع. تلميح، هل يلهم التطبيق المستخدم
برد فعل إيجابي من خلال مراعاة أفكاره ومشاعره. هل يجذب التطبيق المستخدمين ويجعلهم متحمسين لمواصلة استخدام التطبيق؟ أيضاً هذه متعلق بالاستخدام. شفتوا النقطة اللي مساعدتها؟ أيضاً هي تدعم المتعة في التطبيق، أن تطبيقك ما يطرق أولية استخدم التطبيق مرة ثانية. حلو؟ فهذا شيء يعد ممتع. جميل؟ طبعا هو في اشياء مختلفه في الاستمتاع اثناء التطبيق، وممكن الحين راح نشوف بعضا منها. زين، يقول لك الصور المستخدمه في تطبيق فوليلاند هي امثله على التصميم الممتع. ليش؟ لانها جذابه بصريه. مثلا الصور احنا نحطها لازم يكون جذابه بصريه. جميل، الصور مهمه جدا وتساعد المستخدم على فهم ما يطلبه. يعني الصور لازم توافق الناس، واضح؟ توافق الصور مع الناس بشيء أساسي. مش نحط صورة مثلاً حق طفل ونحن نتكلم عن الأم على سبيل المثال. حلو؟ فلازم نراعي الدقة في اختيار الصور. أوكي؟ الموجه الرابع، حدد جانبا واحدا على الأقل من تطبيق فيريلاند الذي يوضح التصميم المفيد. اشرح أسبابك جملة أو في جملة أو جملتين. جميل، إذا يبقيه يكون شنو؟ مفيد. خلينا نشوف الفائدة من فيريلاند. تلميح، هل يحل التطبيق مشكلة كيفية مساعدة شخص مشغول يعمل من المنزل على اختيار وجبة ليتم توصيلها؟ كيف يساعد التطبيق في حل هذه المشكلة؟ زين، هل يعطي تلميح على الشيء اللي هو يبيه هو مشهور في الحقيقة؟ أيضا في بعض التطبيقات يعطيك إشعار عادة أن تشتري الوقت. ما أدري إذا ما مرة استخدمت هينجر ستيشن، بس ممكن يسوي لكم الشيء، صح؟ ما المكان المطلوب منه يكون يعني ايه، ممكن يرسل اشعار يقول لك طلبه من هذا المطعم او شيء قبيل. ايه، هذا اذا جيت بيسووا اعلانات يدخلوا اسامي المطاعم، يعني مثلا زي بيزات يعرض اسمه مع اعلان يعني. يعطيك اياه على شكل اشعار. ايه، انه في عنده عارض. فحلو، هذا من الاشياء ايضا مفيده. طيب، خلنا بس منكم. تتيح ميزة التصفية في تطبيق فوديلاند. تصفية تكلمنا عنها، فلتر يعني، صح؟ تكلمنا عنها هي من أهم الأشياء. حلو؟ فقال يقول لك أن التصفية في تطبيق فوديلاند للمستخدمين تضيق نطاق البحث. البحث يكون موسع، صح ولا لا؟ التصفية تعطينا أشياء لا نحتاجها. جميل؟ هذا مثال على التصميم المفيد، لأنه يساعد المستخدمة على اختيار بيتزا لطلبها بسهولة. حلو؟ فالتصفية شيء شنو؟ مهم في اليوكس. جميل؟ وراح نتعلم عليها إن شاء الله باي كود خلال الأسبوع المقبل. جميل؟ إذا عرفنا الأشياء الأربعة المهمة في اللي هو التصميم اليو اكس الجديد. حلو أحمد؟ تمام. المثال وضح لك تقريبا الأشياء كلها وضحتها. أتوقع أن الحين شوي الغيمة الموجودة تلاشت بالنسبة حق اليو اكس. وعن أن اليو اكس هو أنك أنت تسوي تطبيق، بس مو تطبيق أي شيء زراعة، لا. تطبيق جذاب يجذب الاخر، واضح؟ ما يجب ان احنا نسوي تطبيق شنو؟ جذاب، نسد النفس. وايش كثر؟ للاسف. واول هو تاهيل الوقت يعني. هذا مثال سيء يعني على اليوريس. زين، فكويس ان احنا نتعلم من هذا المثال السيء. نعم، نسوي مثلا. اهم شيء. اهم شيء نسوي.
عرفت شلون؟ فبهالشكل. الآن خلونا نشوف اللي هو خلنا نشوف الوقت. خلاص أحمد لازم إن إحنا نروح حق الكلية وندخل البث. أنت موجود البث صح؟ شوفوا وياي الآن. هذا اللي هو موقعنا. هذا السكيلز. زين. إذا رحت في موقعنا الآن ونزلت إلى حلو ونزلت إلى اللي هو الأخصائيات طاقمنا الطبي والتأهيلي شفته وبعدين رحت طاقمنا حلو داخل طاقمنا بتشوفين اللي هو الأخصائيات واحدة تلو الأخرى جميل المطلوب منك ان هذه المعلومات تكون على شكل فيديو بحيث ان احنا نعرضها على اللي هو شو اسمه الشاشة اذا ما شفتي في بعد عندنا شيء ثاني وانا افضل ان احنا نبدأ بالشيء الثاني البرامج داخل البرامج توجد اسئلة حلو إذا رحت مثلا نروح على ناطق واحد على سبيل المثال أو ناطق واحد قليل المحتوى خلنا نروح على صعوبات التعلم على سبيل المثال حلو هذه صعوبات التعلم إذا نزلنا شوي تحت طبعا راح نشوف تفاصيل البرنامج احنا نبقي ما بالتفاصيل التفاصيل موجوده على الشاشه في الفيديو اللي قبل نبقي اللي هو الاسئله زين ما المقصود بمصطلحات صعوبات التعلم على سبيل المثال بعدين نبقى هذا المحتوى يكون على شكل فيديو عادي اذا بتختارين الصوره او نفسها او بتغيرينها على راحتك المهم انه يكون في صوره في محتوى في شو اسمه صوره عرفت شلون فيكون بهالشكل مثلا هني ما هي انواع صعوبات التعلم زين يكون في محتوى جذاب اهم شيء بالنسبه لنا الحين تعرفين انت قواعد اليو اكس هل صعوبات التعلم علاقه بالذكاء مثلا زين يعني القصه هي تثقيفيه هل صعوبات التعلم مقصوره على مشكله تعلم المواد الاكاديميه سبيل المثال وهكذا إذا ودش في الأخصائيات بعد من المشكلة يعني اختار يعني المهم إنك تطلعين بمنتج طيب خلنا نتكلم عن اللي هو تكلمنا عن الفلو شارت طبعا ليش بتحطينه في المونتاج وعندنا اللي هو اللوجو نحتاجه بعد شنو تحتاجين يا زهرة؟ بس نكمله بس تعرف اثنين لوجو مثلا نرفع المقاطع هذه نسيبها في القناه الخاصه نحط في لا 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 في 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 شيء ثالث في شيء ثالث الشيء الثالث هو ان اي صوره او فيديو مكتوب عليه كانفا وفي حقوق اللي هو يسمونه الواتر مارك لازم نغيرها زين لان الواتر مارك شوي هذا انا شفت صوره في فيديو لا لازم شو اسمه تسجيل عشان اقدر اشيلها من الصوره نفسها بس بجرب اذا غيرت الصوره اللي هي تبوه اي مثلا انا برسل لكم الان في الجروب روابط حق مواقع تعطينا الصور بدقه عاليه زين مونتاج هذا حق الصور وإذا كنا نقدر نشيلهم كلهم نسخ
صور كذا كلمة. طيب احنا كنفس بسرعة أقول لها عن شنو اسمها الورقة المفروض. هي المفروض هل هذه الورقة نحتاجها كذا في الكلية نحتاجها في التطبيق ولا لا؟ ممكن هي عند التسجيل اليوم دوام نحطهم نعطيهم ورقة شوفنا اليوم دوام. نفسهم بس الورقة اللي قبل هذه تحتاجونها في الدراسات هي البحث عن التدريب. هذا نفس الورقة صح اللي ارسلتيها؟ بعد الورقة الثمان بعد بعبيها من أرجع البيت وبكرة إن شاء الله بإذن الله أجي على طول الساعة 7 أعطيها أول إن شاء الله إذا موجود وما أتأخر عليك أجي على طول الساعة 8 ما أحب إن أتأخر عليك. هذا الورقة نفسها اللي الشجرة في الأسطوانة والسندة والأعمدة المشكلة أنه مو تصنيف واحد أو تصنيف واحد مشكلة التشعب هي في بعض ال نجم استديو هذا الناس لا الكلية عندنا استخدمنا عشان نفس المخططات حقين استخدام الجيو صحيح مسخنة نجم استديو فيزو تبعنا business charts management charts ولا هل لا حسن شيء business charts
شو قالت لي عشان احط كل اسمي بس يعني كيف يعني بس على الطلبه وتاني كل موضوع على الموضوع يعني هذا ممكن تجي قال كل اللي قلت لك مستدي ايه هذا الجزء من الشركه لا شركه مثلا الاولى كم مصطلح خدمه تعريف وبعدين حطينا مثلا الشيطان اللي هو فالشريحة الثانية تسوي هي الشرطة الكبيرة يعني غصب يعني غصب الخير زي كده ايوه ما هو انواع صعوبة التعلم عند الطفل بعدين او تخليه مثلا تعريف صعوبة التعلم عند الطفل بعدين تحط الخطوة الثانية انواع صعوبة التعلم الفريم الاول مثلا كاركتر ثاني ليش ما خلي زي ما قلت تعريفه بعدين مخطط صغير حق بس النمائي بعدين السلايد الثانيه فيها تعريف الاكاديميه ومخطط صغير فكره حلوه والجزئين هذا الاثنين النقاط المقبوله تخليها انواع كبير شوي انا اشوف احاول اسوي اشوف مخطط كويس هذا بعرف إذا المخطط ممكن تطبقين على زهرة خلي أرسلها شيء شو بيده يمكن هو يفهم هذا المفروض والكلام من الصناعة يسوي مرة كم واحد ويصير زي الخام بس ما في حتى مساحة بالكور والمشكلة كان مساحة صغيرة لا مساحة بالعرض ولا مساحة بالعرض من المخطط خلنا نشوف هذا المخطط لو كده مثلا نصاب على شو نقدر نسوي أول إذا يمدينا نصاب نقدر ناخذ كسكرين شوت أو خلنا نشوف جابوا رسالة شو شوفين تبدي أنا نكتب فيها الناس زين ونحدد قد كذا ما أخذنا سو كتلة روسي علي علينا نيجي هنا كتلة روبي وإذا جيت تضيفينا يصير كصورة بس معني مش بس كتلة روسي وكتلة روبي محتاج تحملنا أنا أما مديش تحددنا عنه هو واحد واحد هذا هو اللي قلت له أنا واحد حق تعطيني شو بكرة خاصية برسل مقاطع في شو اسمه الجروب حق نشاط الأخصائية ليلى كذا يلا مديش تبرينه نبغى نسوي في المونتاج أوكي لا قصدي أول سب كامل. على صفحة أي عادي. لا إنه أول سب كامل مدرب. إيه قصدي مخطط كامل إيه بس زي لازم الحين ذي التفرعات شلون ندخلهم هنا؟ لا نخليهم نكتب التفرعات داخلها بعدين نصابرة ونحطها بداخلها لأن في الصورة مثلاً بدينا نحمل نخليه واضحة عالي ونوسعها بشوي ونحطها في مثلاً برنامج فوتوشوب يوضحها. إنه يا كذا أو إنه مثلاً نفس التفرع هذا ما أدري شلون عم نسفلش وتضيفينه أنت خلنا نجرب مثلاً كذا أو سي أجرب كله كود لو ما ينفهم إحنا برضو صح ليش في كذا وين نصب بعض حتى ما تفهم نعم شفرة ما شوف النقاط مثلا وصلت ها شوف شو التركيز مثلا هذا حق المقياس
اللي هو الصفحات المقاطعة عشان نوريهم يعني. أي مقاطعة؟ إيه. عرفت ما شفت. اللي رسالتهم عندي. إيه هذه اللي بنسويهم في الفيديو المونتاج. إيه. هم أتكلم عنهم. هذا راح يجيب أخصائية ليلى نكتب عليهم. نبغى نطلبهم في مونتاج جديد احترافي زين عشان نحط مع الشاشة. هل لقيتها حال حق الدايجرام؟ لا صراحة طيب تقول ليش ما نخلي باور بوينت عام القوارب يمدي من كابل نخليها كبيرة ونرتب دوم ونخليها هي تنجز دائما ما نستخدم باور بوينت ننقصها من مثلا جزئية من خارطة طراسم ويامها ما أقطع ما عندي مشكلة أي محتوى لكم في ما عندي مشكلة من الباور بوينت الحين بدعم الفيديو تعاود يعني مشكلة تمام راح نصها فيديو نصها شعر دقيقة خلنا نورج تلفون أذكر نسوي ملخص باور بوينت اسمه ترمينو يمكن ان نعمل على الثامن موسى 11 يلا عندي وهو في جوجل دراف انا طالع نحن نخلي زي كذا انا سويت ملخص من قبل عشان ندرس وعشان المادة نحن نخلي زي كذا تلخيص شلون سويته صور وبعدين سويت ارقام نصوص صغيره فيها الملخصات الملاحظات صدقنا استهواني اللي هو نحن نسوي فيديوهات هذه نحن نسوي فيديوهات هذه نجمعها ونسوي من خلالها مخرج حلو إذا تبون تسوون الآن باور بوينت ولا مشكلة؟ يمدينا يمدينا شلون؟ خلينا باور بوينت وعنوان مثلاً الفيديو على حسب اللي قاعد. إيه هو موجود المحتوى داخل الفيديو في الفيديو مكتوب على التالي. فتفهمهم الحين أنتوا شوفوهم؟ هذا أنا شفت بعضهم وصلت لنا الوالد إن شاء الله أنا قاعد يحطه رتب الألوان. إيه خلاص أحمد أنت تبدأ في الفيديوهات. زهرة كاملة رسالتها اشتيجرام جيد في الجروب شوف اذا تقدر تسوي فيه بس شوف انت عدم نواجه شو نشوف لما الباور بوينت احسن شيء ولا لا انا صراحة احب بس انا الباور بوينت اسهل خلاص طبعا خليه يا جماعة
تملي إذا شايفين كامبا شوي صعب ما في مشكلة. وفي يدعم الفيديو حالياً. ما أدري تحطون في فيديو. وأظنتي إذا حولته فيديو يشتغل بس جربه. جرب أحطه في الصغير. أنا مشتغل على بورد ما يصير الفيديو. يعني ليش تنزلين أظنة الفيديو هذا في كامبا تحطه هنا؟ أتوقع. خطوط بعد إنه ما بليش خطوط بعدش الخطوط الحلوة العربية. في تصميمات جوهرية. ما أدري إذا اللي يعيش بتصميم العصارة. ها. اللي دخلت هيك. أنت مسجل الدخول على كامبا ولا تستغربين؟ غريب عشان. جيست. آه. غريب في كامبا يعني. بس كتبت دايجرام وأنا طلعت عليه. ممكن تكتبين دايجرام في كامبا وتشوفين. أو دخل على البث شوف. أنت موجودين على صوت البث ولا طلعت؟ لا ولا طلع هو؟ طلعت هو فهو لغى البث أصلاً. إذا طلع الكل يطلع شو اسمه كنسل الرابط خلاص. فالأفضل إنكم ما تطلعون. ممكن نشتغل داخل السلايد بس ها نضيف شيء زيادة داخلها الواحدة يعني زي السكشن سبعة إيه رتبة السلايد السكشن أو ما بين مش فيها بالكتاب أصلاً. مثلاً ما قطع بسرعة المنطقة والناس يعني تطوير. خلينا شلون يعني التعريف منها بعدين نقطة واحد اثنين ثلاثة أربعة. صح ليش ما سوينا؟ لا صح. ما بحط مخطط بسوي جي أوي. خلنا نبتدي حبة. عم ببتدي على المقاطع بشوف شلون. عنوان المحتوى أحسن شيء الفيديو. فيديوهات شو اسمه ابدا اول شيء لان هذا العياده شنو اسمها؟ هذه العياده اسمها صعوبات في التعلم. فانت تبدا اول شيء بالعنوان النشاطات التي يمكن زين يمكن استخدامها مع شنو؟ مع صعوبات التعلم. احنا رسالاتنا في هذه اللي هو فيديو هذه الفيديوهات توجهنا احنا قاعدين شو نقول احنا قاعدين نقول حق خلنا نستأنف اليوم عن اللي هو كيفية البحث في الصور زين في بحثين بالنسبة حق الصور في البحث داخل ملف اللي هو الكانفا حلو لو رحنا على ملفات الكانفا مثلا
ما يبين الشاشة ها؟ بين الشاشة ما تبين؟ لا ما يبين. إيه ما عرفنا. طيب. الحين واضحة؟ حلو. لو دخلنا على أي تصميم من تصميمات كانفا، إذا رحنا على الرئيسية يا أحمد، زين؟ راح تكون عندنا عدة قوالب، زين؟ نقدر إن إحنا ننتقي القالب على حسب الشيء اللي إحنا نحتاجه. مثلاً عندك صور، طبعاً إحنا بدنا تطلع الشاشة، تصاميم لك مثلاً، بناءً على الشيء اللي أنت تحتاجه راح يجيب لك التصاميم. عروض تقديمية، هذا الباوربوينت تقدر تقول ذي له محتويات السوشيال ميديا يا أحمد، وفيديو، تمام زهرة؟ فيديو، وفي حق التسويق، حملات التسويقية ذا بس هو حملة تسويقية أو شيء من القبيل، وفي المكتب، زين هذا حق المنشورات اللي أنت تترك في المكتب مثلات اللي هو السيارة الذاتية، غير السيارة الذاتية، خطابات، ما خطابات، تقويمات، كلها يسمونها المكتب. جميل؟ واضح؟ وفي أيضا المزيد إذا أنت تكون تبحرون في أشياء عميقة مثلات اللي هو معلومات رسومية، رسوم بيانية، كل شيء موجود تقريبا في كانفا. حلو؟ إحنا اليوم راح نبدأ مع الفيديوهات، قلنا أهم شيء عندنا الفيديوهات، زين؟ الشيئين المهمين نحن نقدر نبحث في الفيديوهات، ضغط على فيديو الآن أكتب للأطفال مثلا، طيب. طيب في شيء مهم جدا أن كانفا مش مجاني تماما، هذا لازم نعرفه الشيء. كانفا هو بفلوس، حلو، بس بفلوس مش واجد، زين بالنسبة حق البريميوم تقريبا 13 ريال. لو تلاحظون هني جبنا طبعا كل المحتويات، للأسف كانفا ما في فلتر، للأسف يعني، زين عرفت أحمد؟ يعني أنا حلو أبقى فيديوهات راح يرسل لي كل شيء، يرسل لي أي شيء. للأسف هذا الخاصية الوحيدة اللي يفقدها كانفا، وإحنا تكلمنا عنها إن في اليو إكس هذا شيء سلبي. جميل يا شباب. فإذا جينا هنا بنشوف عدة اللي هو التصاميم. طيب أنا من التصاميم اللي عجباتي بعد بحث طويل جدا التصميم هذه اللي أنا حطيتها في الرئيسية، وأنا قاعد أسوي من خلال فيديوهاتي كلها، زين. فخلونا نشرح عليه بناء عليه عشان توضح لكم الصورة. طيب هذه المشاريع الصغيرة طبعا مسمي زي كذي، ولكن مو بهذا المسمى الحقيقي، زين. هذا قالب من القوالب، قوالب الفيديوهات، تقدر تروح على فيديو وتبحث في فيديو وتشوف اللي هو قوالب كثيرة، زين. ما في الاتصال شوي بطيء. حلو، يجدر بالذكر ان هني بالنسبة حق الاشياء اللي على جنب هذول يا احمد اللي مهمين جدا، زين. عندك القوالب، انك تقدر تختار قالب، عادة يجيب لك قوالب مشابهة، يعني انت عجبك هذا القالب يقول لك ان القوالب الثانية بتكون مشابهة حق القالب هذه نفسه، زين. فبتشوف اللي هو القوالب هني، لو ألهمك واحد منهم وعجبك ممكن إنك تأخذه. جميل، راح يبدل لك كل المحتوى ويحط لك اللي هو القالب الجديد. حلو يا أحمد، زين. هذا أول شيء. طبعا هذا القالب الحقيقي اللي هو سلسلة تدريب الموظفين، ممكن تكتب سلسلة تدريب الموظفين يطلع لك هذا القالب، هذه نفسه. جميل. طيب هني العناصر، العناصر هذه شيء حلو. أنا مثل ما قلت لكم إنه لازم يكون عندنا صورة طفل، صورة شيء، صح ولا لا؟ أقدر أروح على العناصر وأكتب هني طفل، زين.
راح يطلعون لي أطفال. أقدر إن أنا أستخدمهم وين؟ في القالب. أيوة في القالب نفسه اللي أنا مسويه. طيب هل الصور هذه حلوة؟ ممكن في بعضها حلو، في بعضها ردي، في بعضها ما كويس، في بعضها ما يتناسب. زين فالآن بشوف الحل الثاني طبعا. هذا أول فكرة وأول شيء. ثاني شيء التحميلات اللي تكلمنا عنها قبل شوي أحمد، إنك تقدر أنت تحمل أشياء من جهازك حلو، وتقدر إنك تعيد استخدامها آلاف المرات، فقط إنك أنت تسوي لها تحميل الواسطة الوسائط وبعدين تحطها، بعدين تكون موجودة هنا. الوسائط تقدر إنها تكون صور، تقدر إنها تصور فيديوهات زين، وممكن تصور شنو صوتيات حلو. فنقدر نستخدم الثلاث وسائط الموجودة. حلو معايا أنت؟ حلو. الآن الناس تقدر إنك أنت تدرج ناس زين وبخطوط جميلة، يحط لك الخطوط هنا المناسبة والجميلة. ممكن انك انت تشوف الخطوط اللي تعجبك وتستخدمها. ايضا ضغط على السهم تشوف المزيد من الخطوط الجميلة. حلو واضح. الصوتيات تقريبا هذه اصوات الصوتيات عذرا هو يعطيك اياها موجود عنده زين، تقدر تستخدمها بشكل مباشر. يعني الفرق بين ذيك انك انت تقدر تحمل في التحميلات من جهازك، بينما هني ايوه موجوده، فانت فقط عليك انك تجي وتبحث عنها. مثلا بيبي طفل او شيء كيدز، خلينا نقول كيدز، مشكلة يكتب عربي انجليزي ما يشبه زين. زين لو كتبنا كيدز بيجيبهم، يجيب لك عدة فيديو. للاسف معظم الصوتيات بفلوس، هذا اللي عليه التاج معناته برو. حلو ممكن تشغلها قبل وبعدين نشوفها. زين ايضا في فيديوهات، الفيديوهات نفس الفكره تماما. احنا قبل شوي ايش قلنا ان الفيديوهات هذه شنو؟ زين احنا نطلع من عندنا. حلو ذيلي شلون؟ موجود وجاهز. حلو مثلا نقرا السماء بس نضغط عليها نقدر نستخدم السماء. جميل؟ طيب في ايضا انستغرام على سبيل المثال، هذا تقدر تربط الانستغرام مالك بالكاميرا. ايش بيصير؟ ربط الانستغرام بالكاميرا. ايوه الصور والمقاطع الموجوده في انستغرام نقدر نستخدمها ندرج بشكل مباشر. يعني مثلا على سبيل المثال لو نربط حساب الانستغرام اللي هو مالت مهارات النخبة بالكانفا نقدر احنا نستخدم المقاطع الموجودة. حلو؟ الرسوم البيانية ايضا نقدر نستخدم الرسوم البيانية حق ان احنا نوضح شيء معين. حلو؟ طبعا للاسف ما في الشعر، الشعر جبتيه من هنا عرفت شلون؟ انت سويتيها. ايضا في تطبيقات تقدر تضيفها، تطبيقات اضافيه هذه. يعني ما تحت ذي موجوده اضافيه، مثلا اداه انشاء اللي هو الشخصيات. ايوه. زين فنقدر ان احنا نضيف شخصيه معينه، مثلا او احتاج طفل اقدر ان انا اخذ اللي هو اي طفل من هؤلاء الاطفال. يعني مثلا ابقي هذا الطفل ذي. اضغط عليه بهالشكل. طبعا النت عندي ضعيف فلهذا انزل على طول. ايوه اقدر اغير راسه، اقدر اخلي بنعيه اصبعي، اغير حتى لون شعره لونه. حلو كل هذه الاشياء نقدر نسويها، نقدر نغير الحركه مالته في حركات عده حركات. زين واضح الفكره. نقدر نخلي معاق.
هلو هلو احمد ولا لا تمام ايه تقدر تشيله تقدر تحذفه تقدر تسوي كل شيء زين. ايضا عندنا من التطبيقات الاضافيه اللي هو القلم هذه بنجيب الاشياء مع نكتب كلام ايوه نكتب كلام هذا شفته اكيد ضروري قد تحتاجه زين. عندك الرمز رمز الاستجابه بس تحط الرابط ينزل لك رمز الاستجابه سريع عرفته كيو ار كود مثلا نربط كل سلايد ببرنامج مثلا مثلا وايضا اذا رجعت على المزيد راح تشوف الكثير من التطبيقات اللي ممكن انك تستخدمها مثل يوتيوب مثل دروب بوكس ممكن صور صور جوجل اذا تبي والى اخره. حلو وضحت الصوره هل كانفا جيد ولا سيء الحين شفته صراحه ممتاز سيبلي هيك اشتغل عرفت شلون؟ اصعب شيء في كونفا انك تختار قالب، هذا اصعب شيء. وقوالب هي يمكن تسوي قوالب بس بالستيكرات تقدر تسوي انشاء قوالب لوحدك. زين، الحين بقى الشيء الثاني، هذا الشيء الاولي قلنا احنا نتكلم عن شيء انا اتوقع ان احنا بقى لنا اقل حتى من نص ساعة هذا وقت الماشية. فخلونا نتكلم عن الشيء الثاني اللي برسله ايضا في الجروب. هلا وهو الصور المونتاج. جميل، في موقع البيضة دي بي ان جي ايك. حلو، موقع البيضة. حلو، هذه جميل جدا جدا جدا. شنو فكرته؟ فكرته ان انا احتاج شيء ذو خلفية مفرغة، صح ولا لا؟ مباشرة بجي في موقع البيضة بحط الابي طبعا هي الخلفية مفرغة. حلو، يعني مثلا انا احتاج كيدز على سبيل المثال، بس اكتب كيدز طلع لي كيدز بشكل مباشر مفرغ بين الخلفيه تمام، امورهم كلها تمام، نقدر نستخدمه في اي مكان. لا معظم شغلي انا اخذها من ذي من كيدز. جميل، طبعا السلبيه الوحيده ان نادر اشوف في طفل عربي حلو. فعموما احنا ننسق بناء على الاشياء المتاحه. جميل، بس الاشياء المحتويات الموجوده هنا جدا ممتازه. لو كتبنا ارى كيدز مثلا ممكن يطلع لنا مثلا هذي. انا ما احس حيل لا يمكن ذيلي ولا شو رايكم؟ ولا بعرف ولا بشنو؟ ولا بشنو ولا بشنو يمكن ما بعرف زين المشكلة بعد ما عندي يعني عرفت شلون؟ فممكن احنا نشوف لنا شيء يعني من القبيل ما صحيح المحتوى العربي شوي صعب 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 عندنا حتى نبحث برا يعني صور جوجل العادية وناخذهم ونقصها على راحتك بس يختصر لك الوقت بشكل كبير حيل. حلو، فهذا اول موقع يانا برسله على الجروب اللي هو موقع البيضة ذا ممتاز جدا جدا جدا. نكتب مواقع تساعدك في اختيار الصور. شلون؟ صارت تسعيرك. تسعيرك؟ اسمي قلت انا؟ تسعيرك. شيخ هذا بطوله. حلو؟ جميل. الآن قلنا هذا الموقع الأول، عندنا أيضا موقع ثاني. في موقع البكسل بس البكسل حق الخلفيات. جميل، هذا هو موقع البكسل.
نعرفه مجاني ما ادري شلون صار بفلوس، دقته عالية جدا. فلو كتبنا كيدز مثلا راح يعطينا خلفية جميلة وعالية الدقة، ويهمنا عالية الدقة حق الأطفال. حلو، راح تو الدقة هي عالية. نعم بعد الصراحة. إيه بهالشكل يكون عندنا فرصة، ولكن المشكلة إنهم تقريبا ما في أحد في التأهيل. ما أدري شو الكلمة مالت التأهيل. أيضا في الموقع الإسباني، الموقع الإسباني مشكلة إنه هو ما بعد الدقة، ولكن الصور اللي فيه جدا 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 ممتازة. إحنا أوريكم إياها. نشوف الموقع اللي هو الأسواني. ثم ضيعته. هذا هو الموقع اسباني، النص اللي كتبته اسباني، لكن جاب لنا اشياء حق التأهيل ممتازة. يعتبر لو تلاحظون معظم الصور تقريبا في سياق التأهيل. حلو، وضحت ياكم. يعني مثلا هذي حق التأهيل طبعا، لحق صعوبات التعلم على سبيل المثال، وهكذا. شوفوا مثلا الصورة، لاحظين؟ ما يعيبها ان هي بس من مجتمعنا العربي. طبعا في عيب هذا الموقع، ان الصور فيه بفلوس. لو جينا بننزل هذه الصورة مثلا، راح يقول لنا ان هي عليها حقوق. لاحظين هذا عيبه. علامه الواتر مارك. اي الواتر مارك. اي بالضبط. ممكن نستفيد من الجمله اللي فوق، نحطها في البيج ايج. خلينا نجرب، ما مره جربت حقيقه. يمكن في مواقع تشيل مواقع مجانين والله ما أعرف. إذا عندك بحث ذي ما مشكلة. مشكلة مواقع زين. ومشكلة اللي أنتوا تشوفونه مناسب بس حطوه، هذا اللي أبقى واصله أنا. موجود مواقع. صدق ما يبحث بالأسباني. ما يبحث بالأسباني. ولو حولناها انجليزي ما راح نستفيد، لان باللغة الانجليزية ما لها معنى، ما لها معنى حيل قوي في نسبة الاسبانية. لو رحنا هني ترجمة قلنا انها هي اسبانية او اكتشف اللغة المشكلة وعطني اياها بالانجليزي. حلو، اسمها تودر. تودر اللي هو تايتل ليتل بوي، يعني طفل صغير. السنة وأقل السنة ونص. لو ضغطناها شوفها جاب لنا أشياء ليست في التأهيل. لاحظين؟ بس فيها أشياء حلوة، يعني مثلا هذا الطفلة مثلتين الأطفال. مشكلة دي الأشخاص بس قبعة وزي الأذار كأنهم أوروبيين، بس ممكن نحن نستخدمهم زين. هذا اللي استخدمتهم في الشاشة إذا تلاحظون شفتوها، وهكذا ممكن نحن نستخدمهم جميعا. هذه مثلا حلوة،
عدل؟ ممكن بصعوبة التعلم نحط هذه الصورة. شو رأيك يا زهرة؟ طيب الحين طريقة التنزيل، خلونا نجرب ننزل واحدة عشان بعدين ما نتوهق. زين، لو افترضنا ان احنا نبغى ننزل صورة من هذه الصور، مثلا هذه، هذه مفيدة جدا في صعوبات التعلم وفي اللي هو برنامج اللي هو طيف التوحد او تعديل السلوك. جميل، نرفع الصورة بهالشكل. طبعا الحلو انه يجيب لنا الاشياء القريبة من هذه الصورة، ملاحظين؟ فجاب لنا صور اكثر جمالا حقيقة من الصورة اللي احنا دخلنا عليها. جميل، نرفع عليها عموما، فنروح على دون داونلود هنا، نضغط عليها. ضغطنا عليها راح يقول لكم اثبت لي انك انسان، فبتقول له ايام هيومان. بعدين بيقول لك حط لي هذا الرموز، اول شيء سي، بعدين 9. جميل، بعدين او، واخر شيء واي. مباشره راح ينزل. حلو، عرفنا طريقه التنزيل هالشكل. نزلت الصوره، نقدر نستخدمها بشكل مباشر. سهله يا زهراء، عندك تحديات؟ جميل. الآن راح نتكلم عن أيضا برنامج أو رابط أو موقع حق المونتاج، بس دي حق التأهيل، تابعة حق التأهيل. زين، للتأهيل صور معينة، يعني مثلا إذا رحنا هني في عندهم عدة مواقع، منها تواصل. يعني تواصل هو العربي الوحيد. مرينا تواصل، هذا طبعا اجانب معظمهم، ولكن اذا رحنا تحت بنشوف تواصل. ايوه هذا هو تواصل، هذا الوحيد العربي. ضغطنا على تواصل راح يطلع لنا صور، هذه الصور تبع حق التاهيل، عشان الاخصائيات يدربون شنو؟ يدربون الطفل اللي يحتاج الى تاهيل. ففي معظم الاشياء، يعني مثلا هني معصب مثلا، عارف انجري. زين، ماري شنو أنا يود ماري شنو منزعج، ايوه هكذا. زين، أني وان مثلا، أي واحد هكذا، مثلا ذي يوصل. هذه كلها رموز حق شنو؟ حق التأهيل نفسه. هذا اللي يشتغلون عليه الأخصائيات عندنا، هذا الصور اللي يحتاجونه من ذي الأخصائيات. يعني مثلا هنا برادر، هذا برادر بهالشكل، هذا برادر بوسط العائلة. عشان نعرف نعلم الطفل ان هذه اخوك او هذه اختك مثلا بهالشكل، واضح؟ هذه ممكن ايضا تستفيدون منها، ممكن. زين، فحلوة تكون عندكم عدل. وطبعا اي شيء تحتاجونه تقدرون تكتبونه في الاعلى، اي شيء. مثلا بكتب كامل، زين، له جمل، بس أعلمكم طريقة البحث. طبعاً هني قاعد يبحث التواصل بس، فأقدر إن أنا أبحث في كل اللي هو كل الأنواع، لأن الأنواع عالمية طبعاً. في حق الناس الغربيين، في حق الناس العرب، في ناس حق الروسيين، حق الأوروبيين. إحنا ما نختار تواصل، أو إن إحنا نختار كل شيء. زين، أضغط عليه. مباشرة نطلع لي الكاميرا الموجودة في كل اللي هو الخدمات الموجودة عنده، أو اللي هو الرموز. زين، أيضا أقدر أبحث بالعربي في حالة إن أنا ما أعرف الكلمة، أجي وأكتب بالعربي، مثلا أكتب جمال. حلو، بعدين أسوي له سيرش اللي هو بحث، راح يبحث لي عن الجمال. حلو، بس طبعا احنا نفعل للجملة لأن فيها كلمة جمل من ضمنها. جميل، هذا الموقع الثالث.
نقدر نستفيد من ربما نحتاجه. اكتب علينا انه للتأهيل. جميل. الآن خلنا نروح حق الشيء أو اللي هو الموقع الأخير يمكننا نوقع شيء بقى 10 دقائق. زين هني في عندنا طبعا موقع حق الرموز، أنا أبقى أستخدم الرموز في المونتاج. حلو، هذا الموقع اللي كنا مثلث مقلوب. زين يبحث لنا في الرموز، هذا حق ويش؟ حق الرموز فقط. يعني أنا أبقى أسوي مونتاج ولكن هذا المونتاج فقط في رموز. جميل؟ يعني مثلا من الرموز اللي ممكن تبحث عنها واتساب مثلا، أبغى أحط اللي هو رقم الواتساب مالنا مثلا في المونتاج نفسه. راح تجي لك الرموز على شيء عدة أشكال، يعني ممكن أنك أنت تخليها PNG، ممكن أنك تخليها BSD بحيث أنك أنت تعدل عليها في شو اسمه، تذكروني بس، بحيث انكم تعدلون عليه في الباوربوينت. حلو، ممكن تخلونها SVG بحيث انها هي تكون عالية الدقة على الدوام، يعني تستخدمونها في المواقع. فكتبنا واتساب مثل ما تشوفون جاب لنا عدة اشكال من واتساب. زين وكذلك اي شيء نكتبه هنا راح يجيب لنا اياه، لو كتبنا ميل مثلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اي نعم سامي تفضل. والله للاسف بس تفضل. إيه لا بأس، تقدر أنت تصل بعد ربع ساعة الله يعطيك العافية. طيب هذا هم المواقع اللي ممكن أن يساعدكم على المونتاج. أوكي، في أكثر ربما بس هذا الأهم شيء. لو تلاحظون كتابنا ميل جاب لنا الميل المتاح، واضح. نغير الى فيميل، لو تلاحظون كلها على شكل ويش يا احمد؟ رموز فقط، ما في صور، لا رموز بس. بس اذا جيت تنزلها تقدر تنزلها بي ان جي، تقدر تنزلها اي صيغه انت تبي. اوكي شوف في ميلز مثلا، هذا جاب لي اياهم. خلاص عرفنا، خلاص بناء على المعطيات اللي اعطيتكم اياها الان نتوقع منكم انكم تسوون اللي هو مونتاج يكون ممتاز. خلاص الله يعطيكم العافيه. بهذا يكون انتهى اليوم الثالث، ان شاء الله نطلع لقائكم في القناه.